احنا عندنا بقى ايه، احنا داخلين على الدراسه لان بقى حاجه سريعه كده عشان الولاد اللي بينسوا، عشان ممكن مثلا اقول لبنتي كذا فلاقيها فجاه مامي هو انت كنت عاوزه حاجه فاقل من ثواني، اقل من ثواني ما اعرفش ايه الفكره. فهل فعلا ممكن يكون حبايبي ارتباط الدراسه والمذاكره وبيبقوا لودد الولاد وبيبقوا في ستريس نفسي غصب عنهم احنا ممكن نكون مش شاعرين بيه، بس هم بيبقى بالنسبه لهم استقبال الفتره دي صعبه شويه. اللي بيشتكوا بقى من النسيان والذاكره بتضعف دي نعمل ايه معاهم؟ بقول لهم ياخدوا قلب، بقول اي ام تدي لولادها قلب مالتي فيت هو ابتداء من 13 14 سنه بياخدوه، كويس امن جدا، واخد ترخيص من هيئه سلامه الغذاء، متوفر في سلسله صيدليات كبيره موجوده في كل محافظات مصر، يا اما بنطلبه من الصيدليه او عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه دي، ارقام شركه بايو ناتشرال. حلو قوي. بقول لاي ام ادي بنتك او ابنك قرص واحد في اليوم بعد الفطار او بعد الغداء، هيعللهم التركيز، هيعلي المناعه، لو انا هو او هي رايحين المدرسه او حتى رايحين الجامعه وات ايفر وتعرضوا لاي فايرال انفكشن اي بكتيريال انفكشن مع الب مالتي فيت، الجسم هيبقى زي ما تقولي حيطه سد لاي فايرال انفكشن او بكتيريال انفكشن لانه بيحتوي على الزنك وفيتامين سي والكوبر النحاس.